بشارة، كنا عم ندردش شوي قبل ما دخلت، قلت لي انه كنت بالمغاوير، اصبت بالحرب اللبنانية. خبرني كيف كانت اصابتك. انا كنت اصابتي زيف دبابات اجوا بين اجري. كنت على الدبابة؟ على المليلة. على المليلة. انا رامي 12/7 كنت على المليلة. رامي 12/7. نعم. اجوا زيف بين اجري، قطشوا اجري، بيت عندي اجر مع الاشي بسيط. نعم. بقدر اطلع من المليلة، قطشت وعملت على الارض. انت قطشت اجرك؟ ايه، علقت ب 12/7 ونتعت، انا قطشت ونزلت. كيف؟ علقت ب 12/7. ايه. بيت معلي عند الصابون شوي. علقت ب 12/7 ونتعت، انا قطشت وقمست على الارض. او مولع النار فيه وبلشت لازيف. كنت بكامل وعيك بهذا الوقت؟ بيت بكامل وعي، ما غبت ولا ثانية. رحت على مستشفيين. أول مستشفى وصلت عليه قطعت إجرك أنت ونطيت عن المليلة. نطيت جيت تما تحترق بالمليلة مقطوعة. حطيت إجرين. حطيت بس ما بستعمله. ما بتستعملون؟ حطيت بإيطاليا بالتسعين وحطيت نعم. بالـ92 ببيت شباب بس ما بستعملهم. من لما الجواز جوازت بعد الإصابة؟ بعد الإصابة بسنة. حدا كنت تحكي معه قبل ولا لا؟ لا، كنت خاطب لما انصبت، خطيبتي دشرتني. نعم. لما فليت على ايطاليا اتحكم، جيت لقيتها فيلا وردت كل شيء يعني الخطبه. نعم. تعرفت على مرتي جات من بعد. وين تعرفت عليها؟ كانت عند خيا، هي اساسا بمستشفى محنس، كمان عسكري مصاب. نعم. متجوزنا وكتر خير. ما كان عندها مشكله باصابتك؟ لا لا. وشو صار عندك ولاد اسم الله؟ عندي بنتين صبيان لهلا. الله يخلي لك اياهم. ميرسي. وكل شيء اليوم بتعمل طبعا. كل شيء بايدك؟ كل شيء بايدي. قلت لي بتنكش و بركش، بزرع، بزرع، بضمن زيتون. قلت لي بتطلع وبتنزل على الدرج كل يوم؟ بطلع وبنزل على الدرج على ايدي. بالبيت ما بستعمل كراسي. على ايديك؟ ولا على اجريك؟ ايدي. ايدي وبطلع وبنزل عادي. حاولت تسوق سياره؟ حاولت بس كانوا اخوتي شباب كلهم حدي وايدا. ايه. ما يخلوني شو ما بدي هيدا، وهلا من غير شر ولادي. الله يخلي لك اياهم. ميرسي. اليوم بدنا نكسر احنا وياك رقم قياسي ان شاء الله خير. ايه، قلت لي باكثر. انا بس بهالشهر بصير عندي شوي ضعف بجسمي لانه ترمي الاصابه. ايوه، انا مثل الايام انصبت. ايه، ب 31/12/1 يعني لي 27 سنه و 12 يوم. تنذكر وما تنعاد. بصير عندي كهرباء اوقات بجري وهيك بتضايق. او سلامة قلبك يا فتاة. سلامة قلبك. والله خلينا خي مارون يعني. مارون اصلا تابعينه نحن، عنده نشاط ودورات، ويعني انا حابب اعمل حلقه عن هذا الموضوع بالذات. انا شفتك بكذا مقابله تلفزيونيه عم تحكي عن هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع بده حلقه لوحده. صحيح. انا اليوم بهمني شو علاقتك ببشاره؟ نحن استاذ طوني، اول شيء انا بدي اتشكرك كثير بهيدي الحلقه، لانه انا من 10 سنين قلينا على نفسنا نحن كمجموعه اتحاد عربي ولبناني رياضات تقليديه شعبيه، انه ذوي الحاجات الخاصه لهم حق في ممارسه الرياضه. ونحن بما انه عم ننشر تراث بكل الدول العربيه، يعني ابسط حقوق، ابسط حقوق، ابسط حقوق. واللي تفاجات فيه انه من 10 سنين وحده بهمه الله عم بشتغل مع هالشريحه، لقيت فيهم فرح، عندهم فرح داخلي. هلا بعدك عم بتقلي اللي عندهم فرح داخلي وتصالح مع نفسهم لا متناهي، نحن بنحسدهم عليه. صحيح صحيح. هلا بدنا نشوف بشارة شو في يعمل. بدي ارجع اذكر بس المشاهدين انه بشارة بهالوقت بالذات تعرض لاصابته. بوقت الاصابه بيستجد عليه بعض الامور الصحيه والاوجاع. يعني انا بقدر انك قبلت انك تجي بالاول، وبعرف كثير منيح عندك امكانيات اكثر بكثير، بس بنحب نشوف هيك قد ما فينا الليله نفرجي شو انت بتقدر تعمل. صحيح. يلا فرجي. انا بدي اطلب من خينا بشارة انه ينزل عن الكرسي ويترجل ويتوجه لحد يشيل. ينزل هو يروح. صح. بدنا نطلب منه بيقدر ينزل. يطلع انتبه لانه أكيد. في لا بينزل على اجري. ايه بس في درجات. ايه ما في مشكله. ما في مشكله. ما في مشكله. اوكي. طبعا نحن لنشر التراث مثل ما عم تشوف استاذ توني. نعم. رح يشيل رفع المحدله
بالاول عم نشيل الاكس الاكس. هلا هلا هو لقي على اجريه على اجريه المبتورين قاعد على على المؤخره قاعد على لا قاعد بقاعده هلا قاعد ايه ما بل ما بقدر اقف على اجريه يلا اه اوكي هلا على اجريك اوكي قد ايه وزنها جايبين هالحديد؟ هيدي 18 كيلو 18 هو شيل اكثر شيء 20 هو بيشيل 20 25 بالحد نعم. بس بتعرفي اصابته وقت اللي بيكون مضايق مزبوط مزبوط يعني بالتمرين بيصير ما بدنا نزعجه بس بدنا نعمل مثال صغير على الاشياء اللي بيقدر يعملها برافو برافو هودي كلهم كمان الالعاب التراثيه مثل ما شفت استاذ توني يعني نعم. الاكس هو مسكته بغير اتجاه لكن ذوي الحاجات الخاصه نحن بنخليهم هن يكونوا مرتاحين مع نفسهم عنده هيدي الشغله انه فيني احمل هيك ما عندنا مشكله نحن بالنسبه لنا وهيدي رفع المحدله المحدله وزنها 20 كيلو كمان ما تقسي حالك لا ضروري يكون في حدا حده ايه. لا 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 هيدي هيدي في يعطيك العافيه يعطيك العافيه برافو الجرم بدك تشيله ولا لا؟ لا جن هلا لا ليه؟ على فرد ميل لانه على فرد ميل ايه بس فيها اصابة قوية لا ما بدي ما بدي يعطيك الف عافية يا شر يعطيك الصحة وتعلمنا منك اشياء كثير استاذ توني انا اذا بتسمح لي اقول انه هوك اشخاص بخلونا نحن عنا امل بالحياة لانه صدقني انا على 10 سنين صدقني انا بحب انه اكون واحد منهم لانه في مثل ما قلت قبل حضرتك انه في اشخاص بجسمهم الكامل وبوعيهم الكامل للاسف ما فيك تقول له مرحبا وصاروا كتار للاسف ما بقى عندهم هدف الا الهدف المادي وهيدول الاشخاص انا لما شفت فرح. بشاره فقال لك انا شو حسيت؟ انا حسيت انه قد ايه الامل كبير بهيدي الحياه وقد ايه الانسان فيه بيكون متصالح مع نفسه ويتاقلم بوضعه